إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع وقفات وصورة فاطر، وما زلنا مع الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وما زلنا مع قول الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. فما زلنا مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. والإمام القرطبي يقول في تلك الآية، إخواني الكرام، يقول في تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. والمقصود بقوله تعالى كما يقول الإمام الإمام القرطبي بأنه يقصد إيه؟ الشكر. يا إخواني الكرام، يقصد يعني الشكر، يقصد الشكر كما قال الإمام القرطبي. يقول قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، معنى الذكر الشكر، معنى الذكر الشكر. ويقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه مدارج السالكين: وأصل الشكر في وضع اللسان، يعني من ناحية اللغوية، يعني ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. يقول: شكرت الدابة تشكر شكرا، على وزن سمنت تسمن سمنا، إذا ظهر عليها أثر العلف، ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطي من العلف. وفي صحيح مسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث سيدنا أبو هريرة، والحاكم من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في وصف الأرض عند هلاك يأجوج ومأجوج آخر الزمان، يقول: حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم
أي تسمن من كثرة ما تأكل منها. وكذلك إخواني الكرام حقيقة العبودية هي ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان عبده ثناء، أثر ظهور أثر نعمة، ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان عبده ثناء واعترافا، يعني ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. والشكر يا إخواني الكرام مبني على خمس قواعد، الشكر يا إخواني الكرام مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، يعني خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها وألا يستعملها فيما يكره. يبقى عندنا إخواني الكرام مهم جدا إن إحنا ندرك إن الشكر يا إخواني الكرام، يبقى هنا نقول الشكر مبني على كام يا إخواني؟ على خمس قواعد، خمس قواعد، واضح كده؟ القاعدة الأولى يعني خضوع الشاكر للمشكور، خضوع الشاكر واضح للمشكور، واضح إخواني. اثنين وحبه له، يعني وحبه، يعني وحبه له، عشان تبقى أنت مدرك يعني إيه الشكر. الثالث واعترافه بنعمته، يعني واعترافه بنعمته، ما يقولش مثلا إنما أوتيته على علم عندي أو لأني أستحق لعلم الله كما قال قارون، لعلم الله أنني أستحقه، أو لمعرفتي بأساليب التجارة يعني وأعرف أجيب القرش منين، يعني بينسب الموضوع لمين؟ لنفسه. يعني أربعة يا إخواني الكرام، أربعة يعني واضح، والثناء عليه بها، والثناء يعني عليه بتلك النعمة، واضح، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، واضح. خمسة إخواني واضح، ألا يستعملها إيه؟ وألا يستعملها فيما إيه؟ فيما يكره، يعني ما يستعملهاش في الحرام. يعني كل ما ربنا يديك نعم، كل أنت ما تستطيل على خلق الله وتتكبر وتمن بتلك النعم التي أعطاها الله إياك. يبقى عندنا الشكر مبني على كم قاعدة؟ خمسة: خضوع الشكر للمشكور، حبه له لله عز وجل، واعترافه بنعمته أي عليه، والثناء عليه على الله بإيه؟ بتلك النعم، وألا يستعملها فيما يكره. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني الملخص إنك أنت تطلع نفسك من الموضوع، يعني تطلع نفسك منين؟ ما تنسيش الموضوع لمين؟ لنفسك. يعني وإن كان في أسباب، واضح يا إخواني؟ يقول فهذه الخمسة هي أساس الشكر، هذه الخمسة، خمس قواعد دي هي أساس إيه؟ أساس الشكر، هي أساس الشكر يا إخواني الكرام، وبناؤه على إيه إخواني؟ وبناؤه أي بناء الشكر عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. يعني وكل من تكلم في الشكر وحده أي عرفه، واضح، فكلامه إليها يرجع عليها وإيه؟ ويدور على مين؟ الخمسة. يبقى مهم جدا إن احنا نعرف إخواني الكرام إن الشكر مبني على كم قاعدة؟ خمسة: خضوع الشكر للمشكور، حبه له، اعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، واضح، وألا يستعملها فين؟ فيما يكره. إذا اختل قاعدة من دول يبقى الشكر بقى فيه خلل، ما واضح يا إخواني؟ يبقى فكل الناس اللي عرفوا الشكر كان تعرفهم للشكر بيدور على إيه؟ على الخمس قواعد الأساسية بالنسبة للشكر.
يعني خضوعك خضوع الشكر للمشكور لله عز وجل، حبه له بناء على النعمة، واعترافه بنعمته، انك تعترف بنعمة الله عز وجل وتخرج نفسك من المسألة. ما تقولش ده مجهودي، ما تقولش ده، قال انما اوتيته على علم عندي، مش قارون قال كده على نعم الله، او فرعون اليس لي مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، يعني كانت نعم ربنا على فرعون ان هو ايه، ان هو قال انا ربكم الاعلى، واضح، نسب النعمة لمين، لنفسه يعني، واضح. فهي العبد دايما في بيميل ان هو يتشبه بالربوبية، ان هو اللي عمل وهو اللي جاب وهو اللي ودى وهو اللي بيصرف وهو اللي بيجيب وهو اللي، فدي نقطة مهمة جدا ان احنا ايه نعرفها. ليه فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر، يعني فرعون ايه قدر فأظهر قال انا ربكم الاعلى، وغيره ايه عجز فايه أضمر يعني خبه، واضح يا اخواني. فهنا تعريفات الشكر يا اخواني بتدور حوالين الخمس قواعد الاساسية يعني، ونذكر بعض تعريفات العلماء للشكر يا اخواني الكرام، بعض تعريفات الايه العلماء للشكر ايها الاخوة الكرام. فقيل حده اي حد الشكر انه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، يعني على وجه ايه الخضوع، يعني واضح على وجه الخضوع واضح. وقيل الثناء على المحسن بذكر احسانه، يعني احسن اليك بالاسلام، احسن اليك بالصلاة، احسن اليك بالذكر، احسن اليك بحسن الخلقة، يعني سواك فعدلك، يعني في اي صورة ما شاء ركبك، يعني واضح. تعترف بنعمة الله عز وجل، ما تنسبش بقى لقوتك لعيلتك او لمالك او لمنصبك او لشهرتك او لذكائك وامكانياتك او لصلاتك او لقيامك او لحفظك للقرآن، يعني واضح اخواني. فلماذا؟ لان المسألة يا اخواني ليس منا الا الجنايات، منه النعم، لانه هو الابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فمنه النعم ومنا الايه منا الذنوب والمعاصي يا اخواني الكرام. فقيل الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم، هي عكوف القلب على ايه؟ على محبة المنعم، هي عكوف القلب على محبة المنعم ايها الاخوة الكرام. والجوارح على طاعته وجران اللسان بذكره والثناء عليه. يبقى عندك ثلاث حاجات بتدور حول الظاهر والباطن في تعريف الشكر. الظاهر الجوارح واللسان، اللسان بدوام ذكره، والجوارح والجوارح العمل على طاعة الله عز وجل، واللسان جريان اللسان بذكر الله والثناء عليه، والقلب عكوف القلب على محبة الله عز وجل والخوف منه والرجاء فيه، يعني اللي هي خلاصة الجمعية، جمعية القلب على الله جل وعلا، على الجمعية، على جمعية القلب، جمعية الهمة على الله، على الأمر والنهي، على الوعد والوعيد، يعني على الجنة يعني والنار، على الأسماء والصفات إخواني الكرام. ثم يقول رحمه الله: وقيل هي مشاهدة المنة وحفظ الحرمة، مشاهدة المنة وفي نفس الوقت أن ألا وألا يستعملها فيما يكره، قاعدة رقم خمسة، وألا يستعملها يعني فيما يكره إخواني الكرام. وما ألطف ما قال حمدون القصار، يقول شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا
يعني طالما امسك فيها ايه طفيليا، مش تقول انا صليت الفجر عشان نمت بدري واصل انا محافظ على نفسي ومحافظ على الاكل لا، ده فضل الله عز وجل، يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا يا اخواني الكرام، ده حقيقة. فقال ابو الشكر معرفة العجز عن الشكر، الشكر معرفة العجز عن ايه؟ عن الشكر ايها الاخوة الكرام. وقال وقيل الشكر اضافة النعم الى موليها بنعمة الاستكانة له، يعني كل ما انت تنظر بعيني قلبك وبعيني رأسك على النعم، يعني وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النتيجة تكون ايه؟ تستكين ويسكن القلب الى الله عز وجل، يعني سكون بلا حركة وحركة بلا سكون كما يقولون، سكون بلا حركة. مين اللي سكون بلا حركة؟ القلب. وحركة بلا سكون الجوارح، تتحرك في طاعة الله عز وجل سجودا وركوعا وقياما وقعودا وقراءة وذكرا إخواني الكرام، وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. يعني وقال وقيل ويعني وقيل الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة، ألا ترى نفسك أهلا للنعمة، يعني وهذا معنى قول حمدون أن يرى نفسه فيها طفيليا. وقال رويم الشكر استفراغ الطاقة، يعني وكأنه يريد أن يعرف الشكر بالإيه؟ بالصدق، وهو بذل الجهد واستفراغ الوسع في طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا علما وحالا. وقال الشبلي إخواني الكرام، وقال وقال إخواني الكرام وقال الشبلي وقال وقال الشبلي إخواني الكرام قال وقال الشبلي وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. يعني قلت يحتمل كلامه أمرين، أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه، والثاني ألا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدته عن رؤية المنعم بها، وهذا أكمل. يعني هو التأويل الثاني هو أقوى وأكمل، إنك لا تحجبك رؤية النعمة ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها. يعني ربنا ادك سيارة، ادك لباس، ادك طعام، ادك منصب، ادك شهرة، ادك زكاة، ادك مال، اي حاجة، ما تنشغلش بالنعمة عن المنعم، يعني دايما تنسب النعمة لله عز وجل مع وجود الايه، مع طبعا الاخذ بالاسباب امر ما فيش كلام فيه عند علماء اهل السنة، ما فيش كلام، ما فيش حد من علماء اهل السنة يعني بينفي الاسباب ابدا. يعني واحد يقول لك ان ابن القيم بيقول وان تكون في مع القدر او مع الله كالميت مع الغاسل، هو لا يقصد ايه من ناحيه ايه، من ناحيه انك لا تتعلق بالسبب، لا تركن اليه، من ناحيه انك تتعبد لله باسمه الاول والاخر، الاول الذي ليس قبله شيء وهو الاخر في اوليته، والاخر الذي ليس بعده شيء وهو الاول في اخريته. يعني ايه؟ قبل أن تأخذ بالأسباب، يعني قبل أن تأخذ بالأسباب لا تتعلق بها قلبك، يعني لا تتعلق بها، لأنها إيه؟ الأسباب فانية، يعني هو الأول ليس قبله شيء، لا لم يكن الأسباب هذه موجودة أساسا، وعندما تتمكن من السبب لا تركن إليه. هو ليه؟ لماذا؟ لأنه هو الآخر، كله إلى فناء، يعني واضح إخواني. فأما الإمام ابن القيم لازم اللي بيقرأ كلام ابن القيم يبقى فاهم ابن القيم بيقول ايه يا اخواني الكرام. اما يقول كده هو مقصود عدم تعلق القلب، ان يكون القلب يعني كالميت بين يدي الغاسل القلب، لكن الجوارح لا،
الجوارح ايه؟ يعني يعني نناطح الاقدار بالاقدار. يعني ليه ما يعني واحد جعان يبقى الجوارح لازم تتحرك عشان تشتغل وتجيب اكل وياكل. طب لو انكر بقى حركه الجوارح الامام ابن القيم يقول له هذا هذه زندقه. يبقى رجح كلام العلماء لبعضهم. ان انت معايا يا اخوه؟ احنا مش عايزين حد فينا يتجرأ على العلماء، على هؤلاء الساده اللي احنا ما نجيش يعني ما نجيش جزء من ترابنا عليهم. وكلام بجد بقى، مش بقى بنقول كده تمثيل او انك انت تعمل. لا يا اخي والله العظيم ما في حد يجي حتى يعني لو قلنا مسمار في نعله يبقى احنا كده بن ايه بنقول كلام بعيد. لا، اقل من المسمار بكتير جدا 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 جدا، ولا ذره من ذرات. ليه؟ العلماء حملوا لنا هذا الاسلام وافنوا اعمارهم كامله في العلم. يعني في العلم، يعني ما كانوش يعرفوا الطعام ولا الشراب ولا اللباس ولا وما كانوش يعرفوا الراحه اساسا يا اخواني الكرام. فلازم ندرك المساله يعني. فمهم جدا يا اخواني يعني يبقى هنا كلام الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. يعني فالترجيح الأقوى: لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها. وهذا أكمل يا إخواني الكرام. والكمال في المسائل دي يا إخواني، الكمال أن تشهد النعمة والمنعم. الكمال بأنك تشهد النعمة والمنعم، لأن شكره بحسب شهوده للنعمة. ما أنت لازم تعترف بالنعمة، إن هذه نعمة وأنها من عند الله. يعني واضح؟ وأنها يعني والله وأنه أعطاها لك من فضله. يعني وهذا لا ينفي إن احنا نأخذ بالأسباب. ما ينفعش ما ناخدش بالأسباب. يبقى في حاجة اسمها جوارح وفي حاجة اسمها قلب. القلب يعني كالميت بين يدي الغاسل. ما نقولش بقى ان هو ده هو جبري، لا ما فيش كلام. هو يقصد القلب. يقصد منين؟ من كل كلامه، من كل كتبه. قال لا ايوه يا اخواني، من كل كتب الامام مش من ايه. مهم جدا يعني. والكمال ان تشهد النعمه والمنعم، لان شكره بحسب شهوده للنعمه. فكلما كان اتم الشهود كان الشكر اكمل. ما انت لو مش عارف ان دي نعمه بتفصيلاتها، طب هتعترف بيه وانت ما انتش عارف ان هي نعمه اساسا. انت مش مقدر النعمه. واضح؟ والله يحب من عبده ان يشهد نعمه ويعترف بها ويثني عليه بها ويحبه عليها، لا ان يفنى عنها. ما ينفعش ويغيب عن شهودها ويغيب عن شهودها يا إخواني الكرام، ويغيب عن شهودها. واضح يا إخواني؟ ويغيب عن شهودها. نسأل الله السلامة يا إخواني، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا
وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجلد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والغلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.